أحبتي الحضور، نستمع وإياكم إلى كلمة راعي هذا المهرجان، من جعله الله سببا ليكون هذا اليوم ويتحقق هذا الحلم، سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية. نستمع سويا إلى كلمة الدكتور عبد القهار مهدي مراي، عضو مجلس النواب العراقي المحترم. أفكارك منيرة ودم أبطالك كثيرة، مرحبا مليون وأكثر باللي نتغنى في حفلات، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. السادة أصحاب الفخامة والمعالي والسيادة والسماحة، الشيوخ الكبار، الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، شبابنا أبناؤنا الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يوم فرح وسرور وبهجة، إنه يوم نصر وعز ورفعة، نحمد الله سبحانه ونشكره على نعمه الكبيرة، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد. ندين أولا بالعرفان لدماء الشهداء الزكية من أقصى العراق لأقصاه، فهم جسور المحبة التي صنعت سلام اليوم هاهنا وأمل المستقبل بالاستقرار والبناء وإعادة إعمار الوطن. لاكتمال تشريع قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، نوجه التحية للجان التحضيرية الأولى ومن ساندها من نخب طيبة حريصة محبة للوطن مضحية من أجله، تحية احترام وفخر واعتزاز بكل من ساهم وساعد وقرر وناقش وصوت داخل قبة مجلس النواب لمشروع قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية. تحية شكر وعرفان لرئيس مجلس النواب الدكتور سليم عبد الله الجبوري لمساندته المباشرة في إقرار هذا القانون. تحية اعتزاز وتقدير للجنة السياحة والآثار برئيسها السيد علي المالكي ونائبته السيدة ليلى البرزنشي وجميع أعضاء اللجنة والعاملين والموظفين والإداريين وسكرتارية ومستشارين لتفانيهم بالجهد والحوار والمناقشة بإظهار القانون بالصيغة الحالية. تحية احترام وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية نقدمها لمن حضر أصالة عن نفسه ونيابة عنه، معبرا عن رمزية الوطن الكبير الغالي. تحية اعتزاز بالجهات التنفيذية التي حضرت اليوم
والتي منها ستنفذ هذا القانون الذي سنسلمه اليوم ها هنا إلى من وضعنا فيه الأمانة وهو أهلها السيد رئيس جامعة سامراء المحترم. أيها الشعب العراقي الصامت، أيها الشعب العراقي المناضل، أيها الشعب العراقي الصابر في عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، إنه يومكم المشهود من ماضيكم العميق في أصالته العريض في عطائه لكل العالم، حيث هنا كان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاة وأبناؤهم ينطلقون نحو العالم يقودون فتنعم البشرية بعدلهم، وهذا ضريح أجدادكم الهادي والعسكري الذي ارتقينا بشرف النسب لهم فتشرفنا برعايتهم والعناية بهم بحقنا وحقهم عبر عقود السنين الغابرة. وهناك أجساد أبنائكم المضحين في الدفاع في السنان واللسان عن مدينتكم الأبية، أبو فاروق، مجيد البازي، وفايق طفاح، وإخوانهم الشهداء المضحين لفخركم ونصركم وثباتكم. أيها الجماهير الأبية، إنه يوم سعدكم بالخلاص من الوصاية والولاية إلا لله الواحد الأحد، حيث تحرير العراق اكتمل ونحتاج فرحة اليوم إلى الاستقرار والإعمار. إن هذا القانون سيرفع عنكم غبن الآخرين. الحاضرون الأكارم، يا أبناء العاصمة المحترمون ويا أحبابها وروادها وزائريها، إنه الأمل المنشود بفخر الماضي ولشعب سامراء استحقاق على الحكومة أداؤه، ولكونكم أبناء الهادي أحفاد علي الهادي أحفاد علي بن أبي طالب، نتكلم مع جدكم صاحب القبة الصفراء حيث ناشدنا مسبقا دولة رئيس الوزراء الذي أبلغناه بعدة لقاءات احتياجاتكم ونأمل تحقيقها مستقبلا. ترضى يا إمام أن مدينتك سجينة الصبات والثكنات وأنت بين أهلك وأحبابك وزوارك، أحتاج اليوم إلى انفتاح كبير نحو العالم. أترضى أن أبنائك مغيبين بالمئات وتتلفت حرائرهم وأطفالهم نحوك سائلين كل مسؤول بالفرج القريب عنهم؟ أترضى استبعاد أهلها الذين تشرفوا بخدمتكم مئات السنين من العناية والرعاية والولاية وحفظ الأمن؟ أترضى الإهمال المتعمد منذ عهود الظلام إلى عهود الفتنة دفع الله عن العراقيين عودتها؟ أيها العراقيون الحاضرون جميعا، ويا من تسمعون صوتنا عبر وسائل التواصل والاتصال والتلفزة، برغم المآسي والملمات وقلة المؤونة بانعدام التخصيصات وضيق الحال بعسكرة الطرقات، إلا أننا نتطلع لفجر جديد وحلم سعيد وفرح أكيد بفرج من الله رب العبيد. إن إقرار هذا التشريع فاتحة فرج تتنفس منه المدينة بؤس حالها الذي لا يطاق، فلا حكومة صلاح الدين قادرة على تقديم شيء، ولا حكومة بغداد عبر الأجيال أنصفت بعض الشيء. مع ذلك فإننا باسطي أيدينا للجميع، مقدرين عمق الأزمة التي عشناها جميعا في معارك التحرير من الإرهاب العالمي، ولهذا وذلك قررنا كشعب جميعا ممثلين أن نقف
مع الدولة بعمقها وطولها وعرضها، فلنقويها ونطالبها بالعدل والإنصاف، وهي قادرة على ذلك. أيها الأكارم، أيها الحاضرون من أبنائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، طلبتنا، أحبابنا، إنه قدركم وفخركم ونصركم وعزكم بارتفاع علمكم في بناء عاصمتكم، عاصمة كل العراقيين الطيبين. فبكم أسعدنا أن ابن البصرة وميسان والديوانية معنا، وكم أبهجنا أن ابن دهوك والسليمانية يشاركنا. فهذا العراق لكل أبنائه، وهذه عاصمة العراق للحضارة الإسلامية لكل العراقيين. تحية اعتزاز وإجلال بكل من قاتل ويقاتل بالسلاح والقلم والقول الحسن. وفقكم الله جميعا لسعادة البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I did.